بعد هيك بعد هذا مات مصيبة مصيبة يا وفا على الأغلب هو حابب يعمل معنا مزحة من باب التسلاية لأنه ما عم بيرد علينا لا لا تبكي تمام 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 لا تبكي لا تبكي بترجعكي تمام هو لا تبكي حزال الله يوفقك لا تبكي أنا جنبك ورح نحل كل شيء لو سمحتي لا تبكي الله يوفقك الله يوفقك لا تبكي يا روحي روحي سكتي سكتي ماني قدرانة اتنفس سكتي هذا ذنبي أنا علي أنا ما بدي هيك يصير فيني ما بدي لا 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 أوعك ما له ذنبك ولا شيء هو 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 عمله مو ذنبك لا تبكي لو سمحتي لو سمحتي لا تبكي هزال الله يوفقك روقي الله يوفقك اهدي اسكتي هزال بارك بارك هزال تركني تركني هذا اللي كان ناقصنا خلص لقطونا لقطنا وفا لا تجي جمرة جمرة وفا على مهلك يا ابني ساعدوني وفا لا تقرب لا تقرب خير يا أولاد شوفي بارك بارك انطرني هون متين في طالب على السطح ورح يرمي حاله من فوق بسرعة خبر المدير والحراس وفا جمرة جمرة كل شي صار بسببك انت انت السبب بكل شي يا حقير يا بلا شرف وفا بعدو وفا 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 لا تمثل علينا أخي وفا وفا ما
هاي الليلة كتير بتشبه الليالي اللي قبلها. الكل قاعد عم يتسلى والكل مبسوط من جديد. لو الإنسان حس بالإحباط وفكر بأنه مستحيل تتحقق أحلامه بيضل جواته شوية أمل والقلب بيدق كتير بسرعة وبتكون كتير فرحان والعيون بتكون عم تلمع بشكل كبير وبتحس البدايات حلوة كتير وبتخليك تحس بشعور حلو. بتحسها مثل كأنه شهب مر بالسما تماما. جمرة تمنى أمي وبتضل أمانيك معلقة بالسما. أحياناً بالكذب وأحياناً الخوف بيخليك تنصب فخوخ للعالم اللي حواليك والحالات اللي بتوصلها من وراء هالشي ومن وراء إحساسك بالذنب. بالأنانية والصمت وإنه ما شافوا ولا سمعوا وإنه الكل ما هام وغير يفكر بحاله وما مهتم للي صار رح يقتلوني دائماً هيك من أول وجديد. بابا أنا أمنتك على صداقتي مع علي، فهمت كمان أنه أنت أمانة عند علي. قبل ما يتأخر الوقت كتير لاقي القاتل تبعي وأنقذه من هالشي. لازم تلاقي الساعة. أنا كتير مبسوطة لأنه الكل إجا اليوم، لازم ننهي كل شي بشع صار من قبل. لأنه للمرة الثانية رح تكون نهاية هالليلة الحلوة، رح تكون نهاية الموت. زينو هوب 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 هوب، هاي مو مي يا بنت، لسا اخذت ايدك ونازلتي لي شرب شرب. شو ها؟ كيف يعني؟ ليش هذا مو عصير ما؟ مانك مستطعمة باللي عم تشربي، هذا كحول. لا والله ما حسيت. كم كاسة صرت شربانة لحد هلا؟ شربت شربت انت. برافو زينو، برافو زينو، برافو زينو، برافو برافو. معلم جيب لنا واحد قهوة دبل على السريع بمعيته. اذا ما في جيب لنا صودا. زينو زينو يا قلبي اهدي. بفهم من حكيك انه انا هلا سكرت. ايه سكرت. برافو 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 برافو. بدي اقول لك شيء، وانا صار لي ساعة بقول لحالي ليش هالرمانات كتير مرين كتير كتير. لا انت عقلك ما عاد معك ابدا، ضيعتي. ولي رح اوقع رح اوقع. تمام زينو تمام تمام اهدي. شبكي يا بنت خلاص. وين اختفيت انت مرة تانية؟ ليكني انا هون. ليك اذا مليت فيك تروح، يعني ما في داعي تضل لاني حبيبتك.
ما بدي اياك تمل ويتعكر مزاجك بس لانه نحن منحبك. يعني نحن حبيبين؟ مالنا هيك؟ بس انا موافق. معناتها بدي اسمعه منك. انت حبيبتي. هيك ها؟ زينو خلصنا بقى زينو. ليك لابقين لبعض ما؟ عم نحكي معك جاوبني. زينو لا تسأليني هذا السؤال إلي، ما رح جاوبك. لا تدخليني رجاء. لك احكي، عم اسألك لابقين لبعضهم؟ زينو أنا ما دخلني، سكرت تمي، سكرته. خلص بقى. تمام قول إنه لابقين لبعضهم عادي. بدك قول؟ ايه لابقين. زينو زينو ليكي خدي نفس وحاولي انك ما تستفرغي. ايه عرب ايه؟ خد شربها لزينو خليها تصحى. شكرا 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 زينو سخنة. ايه خلص فهمنا. زينو روح انت رقص. طيب بس اشربي شفي هلأ بروح. انا منيحة. يلا يلا يلا. طيب يلا اشربي 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 شوي وانا بروح. اشربي. ايه هيك تمام اشربيها. يلا حطيها على الطاولة مشان ما يوقع. انا منيحة روح. تمام رايح. يلا على لا. بدك بصر لك بالفنجان؟ لا مو لهالدرجة. بدك تبصر لي؟ ايه بعرف شوي. طلعي مثلا مبين عندك طريق مسدود وانت حابسة حالك بهالطريق. ايه لحتى تطلعي من هذا الطريق المسدود لازم تساعدي حالك كمان. يعني تطلعي حالك من هذا الطريق زينة. يعني ما ضل طريق تاني إليك. طلعي علي كمان كفى حياته. انت بتعرف كمان ما؟ انا بعرف شوي بس مبين من وشك هذا الشيء. زينو بالحقيقة أنا اللي بدي أقوله، إذا كنتي بحاجة لمساعدة بهذا الطريق أنا مستعد ساعدك بكل حب. ما بدي. ألقي شو رأيك نرقص؟ يلا يوفقك خدي منه الشي. يلا خدي يلا يلا. شو كان عم يحكي معي؟ ما دخلك. نرقص أنا وياكي؟ لا ما بدي أرقص. تمام أنا قلت هيك مشان ما تملي لحالك. أنا مليت أصلا. تمام خلينا نمل سوا لك. ليك جاكري أنا هلأ بالغلط رح ضايقك وأزعجك وأنا مو حابة أني أعمل معك هيك أبدا. لهيك أنا حابة أني ضل لحالي. تركني بحالي. تمام تمام. كأنه هيدا اللي عم تعمله بحقيقة ألقي ما؟ صدقيني ماني مركز معك. دبري أمورك لحالك. أي انتي كمان من نفس الجنس تبعي. قد ما كانوا إلجي وجاكري رفقاتي بس المهم جيرلز باور يعني قوات البنات يا روحي. شبكي كأنه ما فهمتي. ماني غبية لهالدرجة بالإنجليزي. فهمتي ولا شو بدك تقولي؟ بقي هالبحصة. مو انتي وجمرة كنتوا عم تعملوا منافسة؟ يعني عملتوا منافسة وصارت هالقصة والشباب كانوا هن سبب هي القصة. طبعا يعني بطبيعة الحال بهداك الوقت هن طبعا ما بعرف اختاروكي. ايه ايه شو يعني بعد ما تسكرت هالقصة هدول الاثنين لساتهم لاحقين هالرهن وهم يقولوا الاحسن رح يفوز. لا تقولي لو اني ما حكيت كان احسن. الاحسن رح يفوز ما؟
شوفوا حسابكم بعدين، انا بورجيكم. كيف صار هيك؟ هذا الولد وهي الحالة، ما بعرف كيف عم يشرح بهي البساطة، يعني وكأنه ما صار شيء، عم يقول أنا هاجمت هزال، وكأنه عم يقول تخانقنا مع بعض، وعم يشرح وكأنه ما عاشوا شيء أبدا. شو هاد؟ إيه؟ مع أنه كان متعاطي من هداك السم الهاري بهديك الليلة وما كان بوعيه، بس هو حرق حاله، يعني كتير صعب يطلع من هالقصة. أنا عم بسأل حالي عن شيء واحد، كيف قدران رغم كل شيء عشناه ورغم كل تصرفاته البشعة وبالرغم من كل شيء قدران يتصرف بهالأسلوب؟ أندار، لأنه هو مجرد ولد، ما حدا اتصل ولا سأل عنه، وما حدا رح يتصل بنوب، بس رح يتصلوا فيه بيوم من الأيام ورح يسألوه. بتعرفي امتى بيتصلوا؟ لما بيعرفوا انه ابوه هو اللي عمل هالجريمه، رح يتصلوا فيه مشان الادله بالتحديد. للاسف انا كيف ما عرفته لكنان على حقيقته كل هالسنين؟ كيف ممكن يصير هالشي؟ اساسا مين ممكن يكون عنده رغبه يرافق هيك شخص؟ غير هيك مين ممكن يكون عنده رغبة يكون ابن هيك واحد؟ أنا رح روح بقى. داريا؟ ايه. داريا، انت منيحة ما؟ ايه منيحة. لا تقلق انت، تصبحي على خير. وانت كمان. Paris, telaşım, saydam yaralarım. Ya senden saklanmadım, yol arkadaşım. Şimdi yollar daralır, çıkmaz sokaklarında. Tutma bırak, içimde kalmayım. Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne. Kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine. Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık. Tutmayın yol verin, gidene gidene. Cevap da vermem artık, gücüme gidene. Yoktur tavsiyem bile, beni kaybedene. Doldu sığmaz içime. Tutmayın yol verin, gidene gidene. Cevap da vermem artık, gücüme gidene. Hiç mi soru sormadın, yüzüne gülene. Doldu sığmaz içime. Kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine. Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık. Tutmayın yol verin, gidene gidene. Cevap da vermem artık, gücüme gidene. Yoktur tavsiyem.
صباح الخير، بدنا نروح اليوم على المدرسة سوا؟ صباح الخير، شو فقتي؟ شو في؟ ليش عم تتصل من الصبح؟ زينو، يلا قومي بدنا نروح. فهمني من وين جايب كل هالنشاطات؟ يلا يا بنتي خلصيني. يعني لأيمتى ناوية تضلي نايمة انتي؟ طيب فهمت، يلا قايمة. بس بالأول جاوبني قبل ما أقوم، من وين جايب كل هالنشاط؟ لحظة خليكي معي دقيقة واحدة. ألو ألو، شو هالقرف يا أولا، أنت معي؟ عرب على مهلك، استنى عرب، زينه هون. وين هون يعني؟ معنا على الخط، وين رح تكون؟ شيلك منه، هاد بينام مثل الدب. لك شو عم يصير من الصبح؟ استنى لقلك شو صاير. أنا بدي أسألكم شي، عم تسمعوني؟ ألو؟ لك لا تعيط، لا تعيط، عم نسمع. نحن رح نكفي بهاي المدرسة هلا؟ زينو، عم تسمعيني؟ ايه. لك زينو، على شو ايه؟ يعني انك عم تسمعيني او هذا جواب على سؤالي؟ اوف علي، انت اختار الجواب اللي بدك اياه. انا هلا مو عرفان اذا الهروب يعني شي مناسب. هروب لوينو؟ عادل شو لك اخي؟ عادل شو؟ لك قديش ساعة هلا؟ شو هالأسئلة الغريبة من الصبح؟ والله ما عم أفهم عليه. أخي مالنا نظاميين بهالمدرسة، بلكي حاسبونا على هالشي. أخي نحن خسرنا رفيقنا، مين بده يحاسبنا وليش بده يحاسبنا؟ بعدين حساب شو هاد؟ أنا ما عم بفهم. نحن اللي لازم نحاسب حالنا عرب، هن على خدوا منا وصى يا أب. نحن قلنا دين عليهم، هن نخلونا نفوت على هالمدرسة وممكن نتخرج منها كمان يا أفندي إذا اشتغلنا على حالنا. بس إذا ما اشتغلنا فشو بنعمل؟ وقتها بتكون العدالة تحققت. زينو ليه ساكتة؟ لأني مصدومة، عرب أول مرة بحياته بيحكي شي صح. رح نكمل من محل ما وقفنا؟ تماما. ايه بالضبط. تمام، معناته اسمعوني شو رح نعمل. اتنيناتكم روحوا سوا على المدرسة وأنا عندي شغلة صغيرة وبس خلصها رح اجي لعندكم. يلا انا رح سكر، بشوفكم. الو زينو. سكر انا كمان. شو ناطر سكر؟ ايه يلا. علي علي، يلا قوم لشوف رح تتأخر. أوه صباح الخير يا أحلى شاب. صباح النور. خير شوفي؟ أوف 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 علي، شو عامل بحالك؟ أوف شبك؟ ليش شبني؟ محمم حالك بالعطر، رح تخليها تختنق للبنت. أي بنت؟ أنا ما بعرف، هو ناطرة أنت تقلي، بس يعني في اسم ببالي. جمرة. يا الله، أنا كتير تفاجأت، بس يعني كيف صار هيك شيء؟ والله غريبة. هلا
نحن صرنا حبيبين يعني بظن. طيب وشو قصدك بكلمة بظن؟ شو في ببالك؟ شي يعني بدي تساعديني. أنا كتير خايف من فكرة كيف لازم كون حبيبي منيح ومدري شو. كيف لازم تكون حبيبي منيح؟ الحبيب المنيح هو اللي بحب من قلبه ابني، كتير رح تحبه. يعني رجال؟ شو هالكلمة علي؟ أنا أصلاً ما بتحمل لها الكلمة. منين جبتها هاي رجال؟ يعني بس الرجال بتحس بهالمشاعر. كون إنسان طبيعي. عم قلك تحبها مثل الطبيعيين، رح تكون إنسان بكل شيء. بهالطريقة وبهذا الشكل بتكون أفضل حبيب. طلع فيني. خليني ذكرك بهالشي مرة تانية. إذا حاولت تكسر قلب بنت يا ويلك. ها إذا صار هيك رح تلاقيني قدامك وكمان أنا ما ولدتك لحتى تأذي حدا أو تزعله، وما كبرتك هيك وما علمتك هيك. أساساً أنا بعرف هذا الحكي منيح من لما كان عمري 5 سنين. آخ يا دب رح تخلقني. أمي الحلوة، أنا كتير فرحان لأنه فخور عندي أم مثلك، وبنفس الوقت بقول هالحكي لأبي لو كان موجود. يا الله أمي، خربوا تيابي شي؟ القميص تجعلك أو صار له شي؟ لا حبيبي ما تجعلك، بس كأنه ناقصك شي. شو هو؟ شوف خط. شوف شو أنا كنت ضل حاملته معي بالجزدان، شو بيعرفني؟ أنا بآمن إنه بيجيب لي الحظ. شوف وهلأ رح خليه يضل معك. تمام هيك يعني مني. أوه مادام أخذت الدعوات من أمي ما عاد يسيبني أي شي بشي معناها. مستحيل. يلا روح علي. شو رأيك تصلح هاي بقى؟ يعني لا تخلي الوقت يوقف هوني. صار لازم يمشي الوقت بالنسبة لنا. قلتك ما منستحق هالشي حبيبي يا عمري. معناها أنا رح أمشي. الله معك. صح لحظة رح أخذ تليفوني، بتعرفي ممكن جمرة تتصل. أما شو عاشق ما عرفتك. ماشي. كل ما بقعد أنا وأنت بيجي حدا وبيزعجنا وبيدق الباب. يلا قومي. أوف. وأنت لو كنت بتعرفي تشوفي مين على الباب وتفتحي ما كنا بحاجة حدا. يلا تحركي بسرعة. ها ما حدا يجعل مني، بس صرتي انت اولوياتي. بارك لازم نحكي ضروري كتير. آه يا ربي شو هاد شو هاد شو هاد. بنتي عمو عثمان صباح الخير. صاير معك شي عمي؟ علي أنا كنت جاي لعندك، ممكن تعطيني ساعة ابني؟ خير عمو شو صاير؟ شو في؟ أعطيني الساعة علي، أعطيني ساعة ابني لو سمحت. مثل ما بدك عمي بعطيك اياها، بس تفضل. بدي اياها لاني انا كتير محتاجة. ليش بحاجة عمو عثمان؟ بس هاي خربانة ومعطلة. عمو عثمان انت منيح؟ ما بتشتغل هاي خربانة. هلا انا رح اتركك 5 دقائق. تمام حبيبتي انت امشي لبرا، هي بتخاف منك. يلا اطلعي لبرا. آه
راحت؟ بعدي من هون. بتضحك. من وين جبتها لهالكلبة؟ أنا ما لقيت طريقة مشان ما عاد تجي على هذا البيت، فرحت وجبت كلبي على البيت. ايه كتير حلو، برافو عليك. طيب وانت يا ترى مين صاحبك بعد؟ أنا. لهيك برأيي انت كمان اهتم فيني شوي. بارك. هزال هزال. انت مريضة شي؟ والله ليكي عن جد عم اسألك، انت مريضة؟ إذا بتحبي هزال فيني أخذك على المشفى؟ ايه بيصير، إذا أنت بدك تروح أكيد أنا بروح معك. بارك، نحن الاثنين منشبه بعض ونفس الطباع، مانك عم تستوعب. إذا ما كنت أنا موجودة فما في حدا رح يكون موجود. تمام تمام أوكي، برأيي أوكي ما في مشكلة. لو ما في حدا وحتى أنت ما تكوني عادي، يعني فيك تروحي. بارك، إذا أنت رحت أنا ما عندي حدا، عم تفهم شو عم قول؟ إذا أنت ما كنت موجود كمان أنا ما عندي حدا بنوم، ما في ولا رفيق عم يفكر فيني أو يتذكرني. ألقي وجاكري لحقينا لهي البشعة زينة، وعن قريب رح يصيروا رفقات عرب ورح يصيروا شلة سوا. يعني تخيل معي قديش حلو هالمنظر. وجمرة مدري على شو عم تسعى وعم تعمل خطة، بس إذا أنت ما كنت موجود ما رح أفهم شو نيتها، يعني عقلي ما رح يستوعب. بارك، إذا أنت ما كنت فالشلة كلها ما رح تكون موجودة. أنا ما بيهمني. جمرة ما بتهمك كمان؟ مبارح هي وعلي استقبلوا الضيوف ايد بايد، وقالجي وجاكري ضل بس انهم يصفقوا من سعادتهم لهالشي. بارك، اذا ما استعجلت فما رح تقدر ترجع لحبيبتك ولا لرفقاتك اللي كانوا بحياتك. الخيار خيارك. صباح الخير. صباح النور. صب الشاي بالكاسات بسرعة، ساعدني رح خلص الفطور. كأنك اليوم معصب شوي. ايه معصب شوي. بعد بعد بعد. تمام تمام، ما كتير انجرحت. تمام، سكر المي سكر يا ابني سكر المي. في عندي سؤال لك يا افندي. تفضل. يا ترى انتو كنتوا بتعرفوا انه بارك هجم على هزال وما كفاه هالشي، زتها بظهر وفا، وكمان مدير المدرسة طلع فاسد؟ ايه عرفنا من جديد. من ايمتى عرفتوا؟ يعني من شي يومين. ليش ما قلتولي ابني؟ يعني انا مو ممكن كمان فكر بيني وبين حالي بالشي اللي سمعته ابي؟ هلا انا الشي اللي ما فهمته، يعني الافتراء يلي انزت بظهره لوفى هالولد المسكين، مع الأسف ما عاد في منه رجعة، ومدير المدرسة تمام ترك المدرسة، تمام هربان ما عم نلاقيه للزلمة، وهو مانو رجال منطقي أبدا. بس هالشي مختلف، يعني معقول يرمي هيك افتراء شنيع؟ يعني بارك فهمت، قصدي بفهمت انه سكت ليغطي على وساخته وقذارته يلي عملها، بس هزال؟ هزال ليش سكتت؟ ليش ما اعترفت؟ ممكن يكون لأنها خافت من بارك مثلا؟ معقول معقول يكون ولد مخيف لهي الدرجة؟ خليك منطقية. ايه ممكن حتى انه هو هيك. يعني ليك بابا، انت انسان منيح وبعرف انك احتمال تحاول تبرر لبارك، بس على القليلة لا تتعب حالك على الفاضي كرمال بارك. بارك ما في منه امل، يعني اذا كان عمي كنان هو القاتل فتصرفات بارك عادية اتجاه انه هو ابن قاتل. يلا يا ابني لوين هربان؟ عندي شغل. لسه بكير كتير وعندك مدرسة، جهزت الفطور كله وروح. عندي شغل بابا. ها انت كأنك طنشت لأمي.
طنشت شو هالكلمات يا ابني؟ معقول؟ مزحة بس بسمع بيقول المثل انه نص المزح جد، مو هيك ابي؟ ايه بالمناسبة انا رح ضل عند امي. سلام. لوين؟ يا ابني ليش حتى تضل عند امك؟ يا ابني وجمرة كمان ما بتهمها؟ مبارح استقبلت لضيوفي يا وعلي ايد بايد، وقالجي وجاجلي ضل بس انهم يصفقوا من ساعدتهم بهذا الشيء. صار وقتك. يا بنتي لا تواخذيني، لما يكون الموضوع عن جمرة المي بتوقف عن الجريان. رح أرجع لك. تمام؟ عثمان بيك، فهماني؟ ما في بيك. لقيت ساعته لو وفى يا عثمان بيك. ما في بيك هون. عثمان حبيبي، أخي عثمان، لقيت ساعته؟ لقيتها وجبتها معي. الحمد لله يا رب. ما بدي اشوفك. ايه، وين التسجيلات اللي فيها؟ هي بلا صوت. هي نفسها، نفس اللي كانت مع ابني وفا. هاي المرة اشتريتها ب200، المرة اللي قبل ما يموت ابني قال لي 250 حبة، وهاي المرة قال لي بس 200. قلت له تمام. انت مشتري هاي على جديد عثمان؟ جديدة، لما وقعت ساعة وفا خربت وما عاد اشتغلت. هاي جديدة جديدة. رح تلاقي لي قاتل ابني هلا؟ يا ترى شو رأيك بآخر هالأسبوع نهرب أنا وياكي كأم وبنتا ومنعمل عطلة بنت لبنت؟ شو رأيك؟ شو؟
هاي الأدوية يا جمرة، بعدين بتنسيهم يا روح قلبي. أنت مثل الأولاد بهالمواضيع، يلا اشربيهم. يلا حبيبتي، ما رح تشوفي مين؟ لا تهتمي، من الصبح عامر انسي، بركي كان مهم. دقيقة دقيقة، أنت ما بتوثقي فيني مو هيك؟ لا يا عمري، شو دخل هاي القصة؟ أي شوفي مين لكان أمي؟ ألو؟ تفضل. مين؟ مين حضرتك من وش الصبح؟ محامي كينان أغلو؟ شو صار؟ تفضل عم بسمعك. ايه جمرة هون، ليك يا جنبي. شو عم يدور؟ اليوم؟ شو صاير؟ هلا فورا قلت لي؟ تمام تمام، نحن جايين مع ناسك. تمام، مع السلامة. ماما شو الموضوع؟ عمك كينان عم يقول بده يشوفك ضروري. ليش بقى؟ شو عرفني أنا يا بنتي؟ قال شي ضروري. يلا خدي شنطايتك وخلينا نطلع. يلا الحقيني. تمام ماما. يا سلام، شو ها؟ لك جاكري بيك، شو عم تعمل حضرتك هون؟ خوفتني. شو احكي بسرعة، شو عم تعمل عندك؟ جيت شوف زينو. وشو السبب؟ السبب؟ ما في سبب، السبب زينو. ها بالله عن جد؟ شو انت شكلك متقل بالقهوة من الصبح مو هيك؟ ايه ممكن. شو هالجرأة؟ ممكن ايه؟ ممكن ايه؟ ايه ممكن. انت شو عم تعمل هون؟ جاوبة ولا؟ جيت لحتى شوفك. ما كنت رح تشوفني بالمدرسة أساسا. سؤال حلو، جاوب لشوف. لا با، فكرت إنه نروح المدرسة سوا. السبب؟ ها ها، وأنا سألته نفس السؤال بس حضرته ما جاوب. يلا لشوف جاوبة ولا؟ يلا يلا. ولا شي، يعني كنت مارر من هون، قلت لحالي بجي ومنروح سوا. امشي لأنه ما بتعرف شو رح أعمل فيك إذا ضليت وقت. نزل إيدك بلا خلاص. اسكت ولا؟ منيح، طلع معنا لك. تفضلي يا خانم، ارجعي لورا. قلت لها بترجع لورا؟ من كل عقلك مفكر رح تطلع ورا؟ أنت رح تركب ورا. أنا مستحيل أركب ورا. أنا مستحيل أركب ورا. اطلع ورا، اطلع. شو كيف المزاج زينو خانو؟ لك تطلع قدامك. عفوا، حاجة تقر وتطلع قدامك. عرب شو عم تقول؟ انا ما عم بسمع. عم تقلك انك ماشي على الاقل من مهلة، اسرع لك شوي لانه بتمل هيك الكراميلا. اه لكن رح دوس رح دوس. يلا دوس جاكري دوس. بلال، أنا ما قلت لك لا تجي لهون، روح يلا. وأنا قلت إني ما رح أتخلى عنك، يا بتطلعي لبرا يا أنا رح فوت لجوا. وين بدي أطلع أنا؟ جنيت أنت؟ شو بدك يانا نصير عليك بتم العالم؟ يلا روح لو سمحت روح. قبل ما نحكي ما رح روح لمحل، خلينا نحكي. بلال لا تصعب أكتر، هالموضوع ما رح يصير. بدي صعبة قدر، بدي صعبة لحد آخر نفس باخده ورح حارب لآخر لحظة. أنت لهلأ ما عرفتيني؟ معناتها لا ما عرفتك. اللي بحبه، الرجال اللي بحبه ما بيعارض أبوه أبدا. ما رح تحارب ضد مين هالحرب رح تكون؟ آه ضد أبوه. الكل مستعد وقف بوش الكل. الحب أعمى يا بنت، شو بعمل بحالي؟ اقتل حالي يعني؟ اوعك بلال، اوعك اسمع هالحكي من تمك. معناها اقتليني وريحيني بلا سخافتك. والله العظيم إذا بتقلي لي لا مرة تانية رح أوص حالي بدون تردد، بدون تردد. عم تفهمي علي؟ اوعك خلص. ليكي قدر، أنا حاسس إني عم باخد آخر أنفاسي، فإذا بموت أريح لي. أوصيني قدر. لا تعمل هيك، ما بقدر أعمل هيك بدون موافقة زينو، ما بعملها.
لك مين عم يقلك تعملي هيك من ورا ظهر بنتك؟ منروح منجيب البنت وبنقعد معه وبنحكي لك. اوعك. ليش يعني؟ البنت ما نواعية؟ نشرح لحالتنا ورح تفهمنا. شو بدك تقول؟ اه شو بدك تقول؟ حبها لأمك وبدي أطلب إيدها على سنة الله ورسوله؟ إيه رح أقول رح أقول. بطلبك من مين ما لازم أطلبك منه. إذا كان من الحارة فمن الحارة، إذا من العالم فمن العالم. أنا بوقف بوش بنتك، عم تسمعيني؟ بوقف بوشها وبقول لها أنا بحب أمك كتير وبدي أطلب إيدها على سنة الله ورسوله. لك أنا رح كون أخلى إلها. إذا ما بدها ياني بهذا البيت بروح وبستأجر بيت تاني ومنعيش هنيك. بركة عن رجليها إذا طر الموضوع. أنا ما بتخلى عنك، عم تفهمي علي؟ ما فيني أعملها أبداً. وإذا ما بدك أوصيني يلا قدر، يلا أوصيني. بعد أنا ما فيني عيش بدونك. وإذا كانت هي بدي أفتح لها وأقول لها كل شيء. أوعك تعمل شيء. خلاص خلاص. أنا ما فيني أخسر زينو، بترجاك ما فيني أخسرها. بلال ما رح تخسري حدا. بلال رجاء قدر اسمعني، ما فيني إذا أخسرها. كانت زينو فبدي أقول لها كل شيء، ما عاد مستعد خبي شيء عن حدا. خبى بلال، ما بدي إياها تشوفك هلا، بترجاك إذا إلي شوية خاطر عندك اختفي هلا فورا. صباح الخير داريا. كنت قاعدة وغفلت وما سمعت الباب وقت اللي دقيتي. فكرتك فقتي لما سمعت صوت من جوا. في حدا يعني؟ لا لا، تارك التلفزيون شغال. اه فهمت. يلا ما زال فقتي، خلينا نشرب القهوة سوا. لا حبيبتي انا كتير نعسانة، وتعرفيني اذا ما اكلت لأمي ما فيني اشرب مي لحتى اشرب قهوة. يعني خليني قلك شغلة، هلا أنا بفطر وبرتب البيت شوي وبعدين بجي لعندك على الفرن وبنشرب القهوة. إيه أنا بعمل لك إياها. لا ما عندي وقت بالفرن، ليكني جيت لهون يعني معقولة ما تشربيني قهوة؟ في شغلات مهمة بدي قلك إياها ضروري. والله البيت منفوت كتير. روحي هيك شبكي رح تخجلي مني، بعدي من طريقي. شو صاير لي؟ أنت ليش طلبت تشوفني؟ أنت وبارك عم تلتقوا؟ طبعاً لا. طبعاً لا، سؤالي ما له داعي. بعرف أنه كتير معصبة ومتضايقة ومعك حق. لو كنت محلك يمكن كنت عصبت أكتر. بتعرفي وضعي وليش أنا موجود هون هلأ؟ من وراء إفادة ابني. بس هو شافك، شافك عم ترمي وفاء لتحت من السطح بعيونه، يعني شيء أكيد إنه ما رح يقعد يرمي افتراءات على أبوه. أنت شو افتروا عليك يا جمرة؟ شو افتروا عليك؟ لأنك عصبتي ما؟ وهيك غضب الابن على أبوه، هاي طريقته لابني ليعاقب الناس اللي بيحبهن. وبظن أكتر حدا بيفهم هاي القصة هو أنت. لهيك بدي منك طلب. أول شيء أنا عندي سؤال مهم. تمام اسألي. بهديك الليلة كنت بتعرف انه بارك هو اللي تعد على هزال مو؟ ايه لا لا يعني عرفت بعدين. بهديك الليلة وفى لقطه لبارك، يعني الكل عم يحكي ويفكر انه ممكن تكون قتلته بس مشان ما يفتح تمه بحرف او يخبر حدا. بفتكر بعمري ما احتجت اقتل حدا مشان يسكت. خلصتي سؤالك؟ عندي سؤال تاني. اسألي اللي بدك تسألي بسرعة جمرة لأنه وقتي قصير. ليكي بعد شوي رح يجوا ياخدوني، فاسألي اللي بدك تسألي بتكسيف وبسرعة كمان. طيب اللي بارك عنده خبر بعلاقتك أنت وأمي؟ هلأ مو وقت هالقصة. هلأ وقتها تماما. أنا عم فكر وفكر وما عم لاقي أي سبب تاني. عم أقول لحالي يعني ليش بارك لحتى يعمل فيني هيك؟ وبصراحة ما عم يخطر لغير هالسبب. يعني معقول ما كان بده أمي؟ ولأنه فكر إنك خنت أمه مع أمي مثلا هو هيك عم يساوي معي هلأ؟ ولا عم يحاول يفشغله كل حياته فيني؟ لا ما معقول، ما في شي عميق لهالدرجة. أصلا هذا الكلام ما له معنى أبدا. طيب وهذا الشي نفسه بينطبق عليك؟
بعدين انت قلت لي لانه عصب منك هديك المرة عمل هيك، ولا عادته يرمي افتراءات لما هو يعصب؟ جمرة حبيبتي جمرة، ليكي اذا حابة انا بخبرك بشكل مطول عن علاقتي كأب وابنه ببارك من لما ولد لهاللحظة امتى ما حبيتي. لو سمحتي بلا هلأ بترجاكي سكري على الموضوع، خلينا نحكي بالقصة المهمة هلأ. شو هي القصة المهمة؟ المهم هلأ انك تحكي مع بارك. ليكي ما تحكي، بعرف انت معصبة بس انت كمان مجبورة تحكي معه. روحي لعنده قولي له أبوك كتير ندمان وعصب منك هو كتير، بس بعدين حس انه معك الحق لهيك ما عصب كتير، بس يطلع من هون، بس يطلع كل شي رح يكون مختلف ورح يتغير. لازم توصلي له هذا الحكي وتروحي وتحكي له يا مشان يغير إفادته، يعني عملي كل شي لحتى يسحب إفادته عني، لأنه هو لهلأ ما بيعرف إنه أنا ندمان. وين اختفيت؟ أنت شفت عثمان بيك يا كنان بيك؟ ما بيتذكر كثير شغلات، بس حسب سجلات الشرطة أنه ساعة كانت موجودة ببيت الأب. طيب شو ناطر لك؟ نروح ودور على الساعة لو سمحت. ساعة شو هي؟ ما فهمت شي. أنا بنجا من ورا هاي الساعة لأنه فيها دليل على براءتي وأنا ما عملت شي. من خلال هالساعة منقدر نعرف من القاتل الحقيقي. كيف يعني؟ كيف بتنجب بالساعة؟ ما فهمت. ليك الساعة اللي كانت بإيد وفا فيها تسجيل صوت، يعني حديثنا اللي صار مسجل عليها كله، لكن الأمن بعد ما خلصوا التحقيق رجعوا الساعة لهذا يلي عقله ما بيستوعب عثمان بيك ومو متذكر وين الأفندي هلأ. دقيقة بترجعك، بس دقيقة واحدة ما رح تقول لو سمحت. أنا كيف ما خطر لي هذا الشيء؟ ليكي لازم تروحي تحكي مع علي جمرة. جمرة طلعي فيني، روحي وحاكي لعلي، لازم تحكي مع علي. علي بيلاقينا الساعة، ما بعرف شو بيعمل، بيقنع عمه، بيقلب البيت فوقاني تحتاني، بيلاقينا هاي الساعة. المهم تروحي تقولي له إذا بده يعرف القاتل خليه يلاقينا هاي الساعة. صوت القاتل موجود فيها، مسجل بالساعة، حاكي ضروري. بس حكي تنسي. يا بطاط خدوا. خلاص تكرم عينكم، اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. لا تواخذني، طولت عليك، طلعت لي قصه تافهه شوي لهيك. لا ولا يهمك، تعي نقعد هونيك هناك. تمام. اشتريت لك كعك، يعني هو كعك بس ما بعرف اذا ممكن يمشي معك ولا لا، ما دخلني. عن جد عم تحكي انت؟ بمزح، بلك عندك حساسيه منه يعني. انت مجنون، بحبه كثير. تفضلي لي شوف. أعطي. ليك الساعة اللي كانت بإيد وفا فيها تسجيل صوت، يعني حديثنا اللي صار مسجل عليها كله، لكن الأمن بعد ما خلصوا التحقيق رجعوا الساعة لهذا يلي عقله ما بيستوعب عثمان بيك ومو متذكر وين الأفندي هلأ. شوفي انت منيحة؟ منيحة بس ليك شوف الساعة بلا ما هلأ نطول على المدرسة. يا الله شو عم يصير؟ شو صار؟ اليوم الصبح قبل ما اجي زبطتها لانه عمو عثمان بيحبها. قصدك عمك عثمان يلي بيكون ابوه لوفا نفسه اللي كان بالحريق؟ هاي ساعة وفا وبهديك الليلة كانت بايده. ولما وقع انكسرت. لو كان الموضوع بايدي ما كنت عملتها، بس عمي عثمان من الصبح يعني مو مهم، وانا صلحتها وهلا ما عم تشتغل العقارب فيها. انا فكرتها زبطت. يلا رح شوف لك شو صارت الساعة على الموبايل. لحظة، الساعة 9:00 تأخرنا على المدرسة. قومي قومي قومي، إذا تأخرنا على المدرسة في أمي داريا بتخليني ضل بالشارع. أعطيني لك، معقول تحملي يا أنت؟
خدي خلي هدول معي. هات عني. مسكي فيني منيح هاي عشان ما توقعي. مسكت منيح. يلا يلا لنشوف. يعني كيف الواحد ما بيعرف محل القهوة ببيته؟ يعني ممكن ممكن تكون خلصت، يعني احتمال تكون خلصت. آه داريا، شو رأيك تركضي لعندك على البيت تجيبي قهوة وترجعي؟ لا جنيتي انتي، ليكو الدكان قدامك، روحي جيبي انتتري. استني لشوف وينها. ليك هون. يا الله منك. اعطيني معلقة من هونيك. بالله نحن كم سنة صار لنا رفقات؟ ليش عم تسألي؟ ما بعرف، يعني من وقت انفصلتي عن فرات وتخطيتي كتير قصص بشعة، مليتي وتدمرتي. مو كنا أنا وياكي رفقات مقربين؟ أنا عرفت بهاي الأحداث من كل أهالي الحارة مو مني. لك أنا خجلت ترددت كتير ما قدرت قلك داريا، ما بعرف. يي شو هالعملة اللي عملتها؟ لك شو صار خوفتيني؟ حطيت ثلاثة. يلا معلش عطيني فنجان من هونيك. هاتي هاتي من هونيك فنجان لنشوف بيطلع من نصيب مين. بركي بتكون نصيب كنتي وبتجي بتشرب معنا قهوة، ما هيك يا قلبي؟ هاتي 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 عطيني خليني حط مي. تمام داريا حبيبتي، صاير معك شي؟ احكي لي لشوف، شكلك مريضة لأنه عم تهلوسي. شو؟ لا ماني عم هلوس، بس انتي الغريبة أساسا، شو بيعرفني؟ كأنك عايشة ببنا صارحة بخيالي ومثل ما بيقولوا عم تمشي وانتي نايمة. بس يلا لا تقلقي، ليكني عم بعمل قهوة ورح تفيقي، رح تصيري مثل الحصان. انتي لا تاكلي هم، حتى اللي ما فاق رح يفيق على هالقهوة يعني، لو تعرفي بس. طيب ماشي، لا تتركيها كتير على الغاز لأنه بتصير تقيلة. شو يعني تتقل؟ خليها تتقل، مو بيقولوا القهوة التقيلة والمغلية بتخلي الواحد يصحصح كتير؟ بقى خليني اغليها هيك وخلصها بسرعة، ولو كانت مرة بشربها، أصلاً ما عندي صبر وما عندي وقت، رح أشرب قهوتي فوراً وامشي بسرعة. ما تاكلي هم يا رفيقتي، رح تفور على الغاز، انتبهي داريا. تفور تفور تفور. شو رح يصير؟ لك فهميني انت شو عم بصير معك؟ حياتي صار اللي صار، صار اللي صار. خليني قلك كل شي صار خير أو عم بيصير، يعني ليش عم بيصير؟ الحب والمحبة، شو في أحلى من هيك شغلات؟ ما في أرق من هيك شغلات مو؟ بس أنتي ماني فهمانة، ليش مخبية هالشي؟ يعني ليش مخبيتي كأنه عيب؟ هلأ معقول الحب والمحبة صاروا عيب؟ إيه بس ممكن تخبي بحالة وحدة إذا ما كان في نية جدية بالموضوع وما كنتي مشيانة صح، وإذا كنتي عم تعملي حركات غلط بهيك حالة، بس ممكن الواحد يخبي بهيك حالة، ما بهيك حالة بس. وبعدين بلقطك وبطالع اللي عندك، طالعه أنا، فهمتي؟ فهماني علي؟ أنا اللي بطالع منك. بس الحب مو هيك يا حياتي، الحب لازم يكون أفعال. إذا كنت بتحبها للمرأة بتمسكها وبتحكي قدام الكل بتقول أنا بحب هاي المرأة، بحبها لو شو ما كان يكون، يعني بتقول لو شو ما كان الوضع تمسك إيدها وبتقول رح أعمل كل شي ينعمل. بس طبعا لازم تكون رجال لتقول هيك، طبعا إذا كنت رجال محترم بتقول. أساسا أنت مالك هيك، روح انقلع ولا تطلع قدامنا لكان. بس نحن الحق علينا، نحن اللي بنعمل بحالنا هيك، والله نعطيهم أكبر من حجمه، فهمتي ليش الحق علينا؟ يعني نتصرف معهم بلطف ورقي ومدري شو، وانتي بتقدمي خطوة وبترجعي بتقدمي خطوة وما بتلاقي غير هرب فجأة وراح لأنه عطيتي وش كتير، فالحق على مين بقى؟ ما لازم نعمل هيك أبدا، نحنا كنسوان ما لازم نعمل هيك شي. انتي شو عم تحكي داريا؟ شو قصدك بهالحكي؟ قصدتنا قدر، أو بالأحرى هي قصدتني إلي. أي والله عم بحكي عنك بلال. أهلا وسهلا، شو رأيك تشرب قهوة معنا؟ خلونا نشرب القهوة سوا، خد فنجانك وانتي تعي.
دورو جاكري ذكرنا اخر الدوام مشان نشتري لك بسكليت. ايه بصير والله كثير مروق، اذا كنت حابب كمان باخذك مشوار لعيونك. نسيت شنطتي. شكرا. رح رد على التليفون وارجع. ايه على فكرة بهنيكي زينو، كسرتي خطوطك الحمراء ولقيتي طريقك. شو؟ عم قول عم تعملي صح ومن جهة تانية غلط، يعني قصدي الحياة قصيرة. حلو انت عم تحاولي تعيشيها وما في مشكلة بهذا الشيء، بس المشكلة عندك هي اختياراتك. هيك قلتك؟ يعني جاكري شاب منيح بس بيضل جاكري، يعني كمان هو عنده شيء مكسور جواته، بس الجرح اللي جواته أعمى من اللي عندك، وأثناء هاي الفترة أنت بحاجة لطبيب مختص. وين موجود هالمختص؟ ليك واقف قدام عيونك. تمام سجلتها، إذا احتجت لشي الموضوع ببالي. حلو، إذا خطرت عبالك أنا موجود. ما عندك أي فرصة يا برو. رح نشوف. شو عم يصير معك؟ شو بده يصير؟ شكله اشتاق لقتلات. عادي لك ابني، الولد اتخذ أبوه على الحبس من قدام عيونه، بيكون معصب بالنهاية. يلا منعطيه فرصة. حالته مكركبة مثل كل مرة. لا تهتموا، خلونا نمشي. مارك تعال خلينا نحكي. أنا بدي جيب شاي، حدا بده شي؟ عادي دوره أنا بروح بجيب، معلش لا تعذبي حالك. عرب بتقدر تجيب لي معك قهوة؟ ايه وأنا جيب لي بطريقك. وأنا مي صودا كولا. ايه شبكم؟ كل هذا بدكم؟ يعني عفوا مفكرين حالكم قاعدين بمطعم يعني؟ أنا بروح بجيبهم معك. لا دوره القصة مو هيك، أنا بحلها، أنت ما تاكليهم عادي. أخي علي تعال شوي، تعال حاكيني كلمتين. علي حط لي شي 150 بجيبتي. شو يعني؟ ما معك؟ وكيل عن حظي. خلصنا عرب، أنا بروح بجيبهم وبرجع. زينو تعالي ساعديني. يلا يلا خلص، ما زالك مصرة؟ هالمرة رح أقبلها منك، بس أنا بجيب المرة الجاية. حاضر. يا بنات بدكن شي مساعدة؟ انت عود أنا بحل القصة. شكرا. وزينو مبينة مو معبرتكن كتير، ما وقعت بفخكن أبدا صح؟ فخ شو؟ ما فهمت، أنتي خلطتي بيني وبين بارك. عم بحكي بوشها، إذا فيها تكذبني. هي كانت دائما توقفني، لو علي أنا كنت تجوزتها من زمان كتير. شي بتقلي أهل الحارة ما رح يفهموا، وشي بتقلي زينو، نحن دخلنا بطريق مسدود يا أختي وما رح نقدر نطلع منه. وأنا ما أجيت شكيت لك همي؟ أجيت. أنا ماني جبان يا أختي، أنا بحبها لهالمرة، عهد علي إني رح أخدها، والله العظيم بدي إياها. على محلك شو بدك تأخذ؟ بطاطا عم تشتري من سوق الخضرة لحتى كل شوي رح أخدها، وزن منيح. شو هالحكي؟ وأنت كمان هلأ بدك تستلميني؟ تمام أخذ لساني على هالكلمة، بدي أسس بيت لإلنا وحابب أتزوجها. تمام؟ إيه هيك ها قدر. شو رأيك أنت؟ شو بدي أقول يا داليا؟ ليش حقي أحكي شيء أختي؟ أبوه حكى كتير حكي، مانو موافق علي من الأول. لسه بتقول أبوه؟
يا بنت انت بدك تجنيني شي؟ يا اختي انا ولد شي مبين علي بشبه الاطفال مشان الله رح تجنني؟ لسه عم تقولي ابوك يا قدار؟ فتح عيونك بقى، انا عم توهم ولا انت؟ لنقول تجاوزنا ابوك كيف بدنا نصارح زينه؟ كيف بدنا نقول لك 2000 مرة شرحت لك ما فينا نقول لك؟ ايه منوضح لها ومنقول لها كل شي وبيكون احسن. مثل ما اجيت لعند الاخت داريا وقت كانت عم تحكي بالمطبخ، بوقف قدامه وبحكي مع الحقيقه، بقول لها انا بحبها لامك واذا بتسمحي لنا انا بدي اتزوجها وهيك بتكون خلصت القصه. لا ما هيك، اوعك تتساخر. يا الله، معقوله توقف هيك وتصدمها للبنت بهالحكي؟ اوعك تعمل هيك وتتصرف من راسها. شفت؟ مو هيك قصدي يا اختي. شو قصدك لكان؟ البنت هلا عم تحاول تتخطى صدمه ابوها، بتخبروها شوي شوي يعني، بالاول بتعودوها بعدين بتقولوا لها. طلع فيني، مو كل ما خطر ببالك تيجي لهون على الباب، فهمان؟ الناس عم تشوف، ومثل ما انا شفت زينه كمان بتشوف. مزبوط. تمام تمام هذا يلي شاطر فيه. على كل حال خلص، خلي زينه تتخطى الصدمه وبعدين بنحكي معها كلياتنا، بيصير يعني منلاقي شي حل للقصة. يعني في حل داريا؟ اكيد في حل، وإذا ما في منخترع حل. وبرأيي أنا كمان. بارك، ليك من هلأ ورايح الأمور رح تكون معقدة كتير. يعني ما عم قلك روح من المدرسة، بس الأولاد قريبا رح يسمعوا ورح يصرعوك بالمسخرة ورح يسألوك كتير ويضايقوك كمان. أي أجوبة؟ أسئلتهم كانت واضحة، كل شي واضح يعني. ايه هو هيك مزبوط، الشباب رح يحاولوا يحشروك بالزاوية كل ما صحت لهم فرصة، ورح يجوا على المدرسة، ولما يجوا أنا بحل القصة، يعني بضمن ما يقربوا عليك، بس لما تروح على بيتك رح تلاقي كومة صحفيين ما رح تخلص. منيح، وأنا بطلع إجازة يعني، وكمان مو معقول المدرسة تحاسبني على الغياب، مثل ما بتعرف وضعي خاص. هلأ انسى قصة العطلة، عم قول لحالي لو بتضل عنا لتهدى الأمور، وهيك ما بتبعد عن رفقاتك مشان ما تحس بالوحدة، بتعرف إذا ضليت جنبنا رح تكون أهون عليك الأمور. رفقاتي ايه طبعا رح تكون فترة صعبة عليهم، بس الاشتياق منيح، لازم كل فترة تغيب شوي لحتى يشتاقوا لك وبترجع علاقتك فيهم أقوى. أنت عم تضحك علي ولا شو ابني؟ كلامي مضحكة بالنسبة إلك؟ ها؟ أحكي لي كل هالقد بالنسبة إلك أنا تافه ومو مهم؟ جاوبني. انت ليش مو اخذ حياتك على محمل الجد يا ولد؟ ليش مستخف فيها؟ ليش ما اخذها بشكل جدي؟ فهمني انت ليش ما بتعرف قيمة حالك يا ابني؟ كل شي عشته واللي عيشته لغيرك. الظاهر انت تخليت عن حالك. انا ليش عم تعب حالي معك؟ ليش عم عذب حالي؟ أوه يا أستاذي، هدي حالك شوي وارتاح. يعني شو بدك تعمل؟ يعني الولد اللي أبوه ما بيحبه أنت بدك تحبه؟ قلي. عدم الحب هاي حجة، ما حدا أبدا حبني. بارك، انت عم تعمل هيك مشان تنحب يا ولد؟ اذا ما حدا بيحبني انا كمان ما لازم حب حدا؟ اذا ما حدا اخذني على محمل الجد انا كمان رح اروح واذي رفقاتي والعب عليهم واتمسخر عليهم كل الوقت؟ هلا فهمت عليك كيف عم تفكر. هي مو حجه بالحياه، لانه ما حسيت بالحب. طلع يا ولد، الحياه عباره عن خيارات، إذا ما اخترت بإرادتك الحياة بتجبرك إنك تختار.
خياراتك يلي بتاخدها هي يلي بتحدد كيف شخصيتك بتكون. طارق انت مين؟ مين انت؟ جاوبني لشوف. ولد ضايع. ولد ضايع. بالله شو برأيك هذا شباب؟ اسمع يا ابني، اذا كنت حابب تكون منيح ولحتى تحقق هدفك بالحياة، رح اكون انا جنبك ورح ادعمك. انا بمدلك ايدي وبمسكك وما بتركك، بس اذا بدك تضل بشع رح دلك ظهري بطريقة بشعة بحياتك ما رح تتصورها، حتى انت رح تنزهل. الخيار لك. رح يضل موقف لبين ما يجي موعد المحكمة، وبعد منها رح يتحاكم. عرب قداشك بتفهم بأمور الحقوق؟ لازم تصير محامي. جمرة شكرا حبيبتي. لو خد علي انتبهت كبة. ايه شو؟ امسكي هذا لقلي هاتك وتعالي عديهم. تمام. دارو اعطيني قليل تلوم خذية. لك شو عم تعملي يا زينو؟ وقفي، لا تتحركي، رح تنقطع الاسوارة. لك رح تنقطع الاسوارة. وقفي لك، حاش تتحركي. شعري كتير وجعني. انا ما كنت عم قلك لا تتحركي؟ ايه وجعني شعري، شو عامل لك يعني؟ هي الاسوارة اغلى من شعرك. ايه انا بعطيكي حق زينو، ما بدك الهاد. اذا بتضلي تشتغلي كل عمرك ما بتقدري تدفعي لي حقها. هي بتكون ذكرى من وفا أخذوها من البنت اللي بيحبها. أنا آسفة زين، ما كنت بعرف. إذا بدك أنا بصلح لك إياها. زينو أعطيني إياها أنا بصلح وراح زبطها. قديش حلو هيك، كل واحد من بيناتكم عنده ذكرى من وفا. إيه وأنا عندي هاد كمان من المرحوم. علي عنده ساعة كمان. شو صلحتها للساعة علي؟ إيه صلحتها بس رجعت وقفت كأنه. اشلحها لشوفها. يلا دقيقة انتبه عليها. لك شبنا يا ممكن انا اشوفها كمان؟ ايه طبعا دقيقة بس خدي. جمرة شبك؟ منيحة منيحة، بس اني المس ذكرى بتخصها لوفا شعوري كتير بشع مو اكتر. بالمناسبة انا بعرف نصلح ساعات كتير شاطر. لا ما بدي حسبك. انا مصرة لو سمحت رح رجع لك اياها احسن من الاول. جمرة خلص اتركيها، بلكي هن حابين تضل هيك. انت شو دخلك هزال؟ شو دخلك؟ ليش شو قلت انا هلا؟ عملي اللي بدك اياه. رح اخدها وبكرة بجيبها معي. جمرة إذا أنا بصلحها بيكون أحسن، اتفقنا؟ طيب مثل ما بدك. أنا رايحة على الحمام وراجعة. باي باي. نعم تفضلي. كيف بقدر ساعدك؟ لشوف بما انك تارك حبيبك الجديد لحاله هونيك وجاي لعندي معناها في شيء مهم كتير.
ايه مهم، يعني شي مهم وبخصك. طيب شو هو الشي اللي كتير مهم بخصوصي انا؟ حكيت مع ابوك. ايه جايبت لك سلام منه. استمتع بغياب ابوك هلا، لانه هالفتره ما لها مطوله، رح يعمل يلي بيقدر عليه لحتى يخلص من هالوضع هاد. وكمان بعد المحكمة إذا بتقدر تهرب بيكون أحسن لك، لأنه رح يحاسبك على كل شي عملته وكل شي ما عملته، هو هيك قال. بس أنا برأيي ما في شي بيخوف، لأنه أبوك ما رح يطلع من هونيك لبعد فترة طويلة. بس حبيت حذرك. حبيبتي آيلا، ممكن تقعدي بقى لو سمحتي؟ قعدي. لا زودتيها كتير، والله دوختيني. ليكي بدي قلك شي، يعني إذا عملتي هيك فما رح نقدر ننقذه من الوضع اللي هو فيه. وهو قاعد هنيك بين أربع حيطان، أنا كيف بدي أقعد هيك مكتفة إيدي؟ ما عم بقدر استوعب. أنا لما فكر بكنان هلأ ما عم بقدر أخذ نفس، عقلي ما عم يستوعب. رجال مثل كنان يوصل لهي الحالة؟ لا كنان ما له ذنب، يعني أنا مصدقة حكيه، صار لي بعرفه كل هاي المدة. والإنسان بيفهم إذا الشخص يلي بيحبه قاتل أو ما نو قاتل. حياتي ابنه للزلمة هو عطى الإفادة بذات نفسه مثل ما شفتي. بس أنا بفهمك وبستوعبك، بس أنتي محابة تتقبلي هالشي، ومع الأسف هي هي الحقيقة. وبعرف إنه بتحبيه لكنان، بس إنه يدعيها لجمرة ويحاول يبين قدامها بريء، فهذا الشيء ما بيغير الواقع أبدا. بارك عطى إفادة غلط بحق كنان، وهي هي الحقيقة الوحيدة نسري. آه لا أنتي مو معقولة أبدا. فكري شوي، وين في ولد بيقدر يعمل هيك شيء بأبوه يتهمه بهيك شيء؟ هذا الولد بيعمله يا نسري. ما شفتي شو حاول يعمل بجمرة لحتى ياخد انتقامه؟ واللي بيعمل هيك بيقدر يعمل شو ما بده. أنا من بارك بتوقع كل شيء، ما عم صدق إنه كذبة دمرت حياة رجال مثل كنان. لك الله يلعن هالقصة، شو يلي عم نعيشه نسرين؟ فهميني. شو هاد؟ شو هاد؟ جايين تقطفوا ورد ولا تلعبوا رياضة؟ عم تمشوا على فكرة؟ اركضوا اركضوا! استاذ كيف الواحد بده يركض وهو عم يركض؟ اطلعوا قدامنا بس اسبوع واحد، خلوني اذكركم. يلا يلا ها؟ علي! استاذ اوندار؟ كنتوا ما تجوا تتعذبوا، هاي مو رياضة. يلا انضموا لهم. يلا يلا يلا، رح كون ناطركم بآخر الاسبوع لحتى تكونوا معنا. رح نجي استاذ، ما في داعي تعذب حالك بالعزيمة، بعدين بيكونوا ايه رفقاتنا اشتاقوا لنا استاذ، مو هيك الجي؟ تماما، نعمل هيك بنعملها. شو في جمره؟ استاذ انا كثير حاسه حرارتي ارتفعت وتعبت شوي. هي ارتاحي شوي. شكرا. واشربي مي. يلا شبك يا شبل بنت. ايوه دخيله روميو، دخيله الحبيب. انا ليك عرب، انا رح روح لعنده وانت غطي علي. لا يلا اركود اركود لشوف. يلا شو بدي اقول؟ حدا شافه لبارك شي؟ ها؟
جمرة؟ انت منيحة؟ لما اختفيتي هيك فجأة خفت يكون صاير معك شي؟ لا منيحة أنا، بس حسيت حالي تعبت شوي لأنه ركضنا كثير وهيك. ايه وأنا كمان هلكت كثير، وكأني وأنا جاي على الطريق سمعت صوت قوي طلع من هذا الممر، ولا عم بتوهم؟ لا أنا ما سمعت شي، يمكن عم تتوهم. معناها أكيد أنا عم بتوهم. تعرفي مبارح بعد الحفلة كان الجو عادي، مو مثل الحفلة أبداً، بس كتير انبسطنا ما هيك؟ ايه كانت كتير حلوة، خلينا نعمل وحدة مثلها. ايه بصير وليش لا؟ أنا رايحة غير تيابي، مو ضل الشي ليخلص الدرس أساساً. ماشي حبيبتي بشوفك. بشوف. باي. جمرة؟ علي؟ خفت عليك كتير، قلت بشي بشوفك. انت منيحة؟ منيحة؟ كتير منيحة. تمام. ليكي انا رح اخذ غراضي هلا وخلينا نعمل شي بعدها. ايه شو رأيك؟ جمرة فيكي شي؟ ليكي بارك، ليكون بارك عم يزعجك بشي؟ لا أنا منيحة وأكثر من ما بتتخيل. هلأ اقتنعت ولا شو؟ هلأ اقتنعت. يلا بشوفك. بشوفك بعد شوي. أوب خال، طلع طلع شوي. مو حضرتك المحامي تبع كينان بيك؟ خير إن شاء الله، شو عم تعمل هون؟ عن إذنك يا أخي. سألناك سؤال يا أخي، جاوب على الأقل. عم تسكر الباب بوشي أنا؟ لشوف أخي عثمان. أخي عثمان؟ أنت منيح يا أخي؟ ها؟ هداك الزلمة هو اللي عمل هيك بالبيت؟ لا مو هو. الساعة لازم لاقي الساعة. الساعة مهمة، الساعة مهمة كتير. أخي أخي تمام اهدى شوي. ساعة شو يا أخي؟ لازم لاقيها. هي الساعة لازم لاقيها. الساعة الساعة كينان بده إياها للساعة ضروري. ساعة شو يا أخي؟ طلع فيني، طلع طلع فيني شوي. ساعة شو؟ خبرني أخي، قلي أخي أي ساعة؟ ها؟ القاتل أخي، القاتل فيها أخي. الساعة مهمة بقلب القاتل أخي. خلص تمام أنا رح لاقيها، بس أنت قلي وين دور لحتى لاقي لك إياها للساعة. الساعة مهمة والقاتل بقلبها، في بقلب قاتل ابني يا أخي. أخي جواتي كرمال الله. ليك تمام أنا بدي لاقي لك الساعة. روح من هون، روح من هون. القاتل فيها، القاتل فيها وأنا لازم شوفها. الساعة لا لا، الساعة مو موجودة أخي. ما في ساعة أخي. ما في ساعة موجود فيها، موجود فيها. قاتل قاتل وفى بقلبها. الساعة مهمة، الساعة مهمة. كرمال الله حدا يجي ساعدني. تعالوا ساعدوني بقى.
تعالوا ساعدوني. بلال شو صاير يا أخي؟ خير؟ شو المشكلة؟ شوفي شو القصة. ما في شي يا أخي، تمام. الزلمة مدري شو صار بمخه مرة تانية، لا عم يوقف ولا عم يهدى بنوب. تعال ساعدني، تعال. انتبه على راسك منيح، ممكن يرمي شي لقلي. أخي عثمان نحن جايين، لا ترمي شي علينا. الساعة؟ ما في ساعة. بدي اياها، لازم شوفها بقلب القاتل. بقلب القاتل. بدي الساعة فورا. القاتل بقلب الساعة. لا لا لا. ليك اخي، جبت صادق مشان يساعدنا كمان، تمام اخي؟ اهدى شوي، اهدى شوي. لا لا، ما في مشكلة، ما في ساعة، لازم لاقي القاتل. ما في ساعة، ما في ساعة، ما في، ما في اخي، ما في. ليك اخي كرمال الله، اهدى شوي، بس اهدى شوي. احيانا ما بقدر اتحمل هالضغط لحالي، بحس راسي اوف اوف اوف. الله يعطيك العافية يا اختي علي، عم تتحملي هلا. شوفي من شان بلال. بعرف اخي فيدات، بلال اجا وخبرني، يعني عندي علم كل شيء. وكمان راح خبرك بدون ما يخجل، ما حكالك عن قدر اختي؟ لك بيصير هالشي يعني؟ هلا نحن اللي عنا واحد غبي وما بيعرف يفكر، عقله عقل حمار. فهميني شو بدي اقول عن قدر لكان؟ يا اختي عندك بنت بطولك، الانسان بيستحيله شوي، بيخجل يعني، يعني ما بيقبل هالشي على حاله، بدها شوي تفكير ومنطق بس. لا اكيد مو معقول، لانه مره وكمان عندها بنت بطوله، ما عندها خجل ابدا. ما لانه على اساس اذا كانت سعيده هالشي ما بيعني لنا، ما هيك؟ كان عندها شويه حق وراحت استخدمته على فرات، تمام هذا الشي انتهى وتسكر الموضوع، ما هيك؟ انتهى. لهيك إذا حبت أو ما حبت، إذا بيحق إلا تعيش أو ما بيحق إلا، ما بيعنينا أبداً، ما أنا مهم هذا الشيء. بس لو كان رجال، يعني لو رجال وعنده بنت كمان، كنا قلنا يي يا حرام، لازم تكون معه مرة، ما هيك؟ ولازم تعتني فيه وتضبضب من وراه، وهو كمان لازم يدير ظهره ويلعب من وراها، إن كان متجوز ولا كان أعزب، إن كان صغير ولا كان كبير، ما بيهمنا أبداً، لأنه لازم شي مرة تعتني فيه، ما هيك بالله؟ لما يكون الرجال بده ياخذ هيك خطوة بيكون عادي، بس لما تكون المرأة فلازم تخجل. شوفي علي، اللي حكيتيه حلو تمام، بس يعني هذا شيء مختلف يعني. قول والله. ليك رح أقول لك شيء، أنا أنت عم تحاسب حالك على الشيء اللي ما قدرت تحصله، ولأنك ما عم تقدر ترمي هالفكرة من راسك. يعني أنت شفتها لقدر مو مناسبة لبلال، بس شفتها عروس مناسبة كتير لألك. ما طلع فيني، بتعرف شو لازم نعمل نحنا؟ هذا الحديث مننساه وكأنه ما صار بيناتنا، لأنه أنا وياك مالنا بنفس الطرف أخي فيدات. شو صاير فريد؟ خالتي داريا ما بعرف شو صار له عمي عثمان. انت شو عم تحكي؟ قوم اخي فيدات، قوم امشي. والمحل خالتي داريا؟ ما بيصير شيء يا اولاد، ممكن تهتموا بالفرن. وقف وقف، لا تفوت فريد، لا تفوت، استنى. قدر قدر فريد، خليك على الخطر. طول بالك يا اخي، انت شو عم تعملي هون؟ انا بعرف شو لازم اسوي. شو عم تعملوا؟ تمام تمام عثمان، تمام. طول بالك اخي عثمان. هدي اخي عثمان، هي انا داريا. طلع داريا، انا شوف. ايه داريا؟ ايه. ليك نحنا ما اجينا لنضرك ابدا، تمام؟ وليك شوفني، ما رح اتحرك من هون، ما رح روح لاي محل، تمام؟ هلا بدي اسمع لك، شو اللي مضايقك؟ احكي لشوف، تعال تعال قلي شو صار. يلا تعال. شوفي مانو القاتل، مانو القاتل، كينام بيك مانو القاتل. أنا لازم شوفه يا داريا. طيب عثمان، طيب كينان بيك مانو القاتل، وأنت لازم تروح لعنده. أنا رح أخدك لعنده، ماشي؟ تمام؟ أنت بتاخديني لعني؟ إيه بتاخديني؟ إيه منروح أنا وياك، منروح. بس بالأول أعطيني هاي المزهرية من إيدك، هاتا لحتى حطها محلها. بدي الساعة. ما بيمشي الحال بدون الساعة، لازم لاقي الساعة ضروري. بدي الساعة. اي ماشي تمام، منلاقيها للساعة، بس انت هات المزهرية حطها محلها. ما في ساعة؟ ما في ساعة؟ ما في؟ ما في ساعة؟ اختي داريا، داريا Thank you.
اسمعوني لإلكن، أنا بدي أجوبة دقيقة على هاي الأسئلة وتحفظوهم بتركيز، لأنه هدول الأسئلة رح يخلوكن تدخلوا على الفرع اللي بتحبوه بالجامعة. ركزوا عليهن منيح. تعرفي أنسي، إذا سألتيني يا رح أختار شي صعب يا أما رح أختار أسهل شي. والله وأنا يا رح كون جندي بالجيش يا رح كون نايم بالبيت. وأنا يا رح كون رسامة محترفة يا أما رسامة على حيطان البيت. إذا كنتي بحاجة لمساعدة خبريني، أنا بحملك على ظهري بكل حب. وصلنا ياها. إيه خلاص خلصنا مزح بقى، الكل يطلع بالورقة اللي قدامه ويلتزم الأدب. يلا أول شي لازم تكسبي احترام لحالك لحتى تقدري ترميلي دراعي. هذا مانو حب يا هزال، هذا المعنى الحقيقي لكلمة قتل الحب. حبي حالك بالأول. أنت كنت بحاجة هذا الكرت الميموري صح؟ بس منيح أني ما متت أنا، لأني ما كنت الوحيد اللي رح يموت. كنت رح تموت معي من وراء عذاب ضميرك. كان بدك إياه وصار إلك هلأ. أنت دايما كنت صديق منيح، أنا اللي كنت ما بستاهله. آسف. الله دخيلك. ألو، شو صار معكم؟ لقيتوا الساعة؟ كيف يعني ما أنا موجودة؟ كيف ما أنا موجودة؟ هداك الرجال استلم الساعة من الشرطة. الشرطة في إلى سجلات عندهم بتقولوا تلاقوها. أنا ما رح ضل هون بسبب جريمة ما عملتها. ما عملتها، أنا ما ارتكبت الجريمة. طول بالك شبك يا ما عملت شيء. بعد عني ماني ناقصك أنت التاني. شو شو رأيك أعزمك على فنجان قهوة ونقعد على رواق ونحكي شوي ناطر جوابك؟ تمام. شو عم بعمل أنا مثل المراهق؟ اتصل أحسن وهيك باخد منها الجواب فورا بدون ما أنطر. بدأ قل عادي. الو داريا، اسف اني عم دق لك، ما بعرف اذا كنتي مشغوله بس بدي اقول لك شغله. هون دربك. انا قدر، عرفتني؟ انا اما لزينو. تليفونها لداريا معي. فهمت عليكي، فكرتك داريا بالاول. طيب ممكن تعطي تليفون لداريا؟ بدي حاكيها لو سمحتي. داريا كسرت راسها، ممكن تتصل بعدين هون دربك؟ كيف؟ كيف يعني كسرت راسها؟ شو صاير معها؟ بالفازه، انكسر راسها بالفازه. يعني كسرت الفازة على راسها. كيف يعني؟ فهميني شو القصة بسرعة احكي. كسر الفازة على راسها ووقعت وهلأ عم تنزف. بعتذر منك، بدي سكتر. الو قدر، قدر الو. اتصل أوندر. أوندر اتصل؟ قلتي له شي يعني؟ يا الله يا قدر، اوف. شو في داعي تقلقي للزلمة بلا سبب؟ كيف يعني بلا سبب؟ وقعتي من طولك قدامنا، رح تروحي من بين ايدينا وعيونك هيك. ايه عم تلعي معدتك شي؟ لا لا ما فيني شي ابدا، لكيني عين الله حولي. وهيك منكون خلصنا ضمط. يسلموا هالايدين. هلا هيك بلزقتين ضمطتوا لحضرة الممرض، خلينا ناخدها على المشفى احسن مو هيك؟ يلا قومي قومي معي داريا. يلا شكرا كتير لك، يسلموا ايديك. ولو ان شاء الله معفاية. ما بصير هيك يعني. يا بنت لوين قايمة انت؟ جنيتي؟ طلعي فيني. تتذكري حادثة اللي صارت وقت الولد ضرب راسه وما اقتنعوا، ما اخذوا اهله على المشفى، وبعد ساعتين طلع معه نزيف داخلي يا حرام.
الله يرحمه للزلمه ويجعل مسواه الجنه، حالته غير حالتي، ما لنا متشابهين. ليكي شو بني انا منيحه كتير بعدي من وش القدر بدي اشوف امي. لوين بدك تقومي؟ عم شو عنيده داريا؟ اتركيني. يا الله اوف لك عالم اهلكون، يا الله رح ياخذوه. الساعه الساعه مهمه مهمه اخي الساعة. عثمان هي انا. يا الله يا جماعة شوفوا، إذا في حدا قريب من الأستاذ لازم يرافقنا على المشفى، تمام يا جماعة؟ أنا بروح، أنت خليك هون، بلكي الجماعة احتاجوك بشي يعني. طيب ماشي فيدات، بس أنت إذا صار شي اتصل فينا. قديش بيحكي حكي مستفز. يلا تيسروا، كل واحد على بيته، ما عاد في شي هون. يلا تعال شوي بلال. ليلي اختي شو صار له لعثمان؟ خبرني. له علاقة بهالشي؟ في حدا كاتب هيك؟ اعطيني لشوف. لا الساعة. لهيك كل الوقت عم بيقول لا الساعة ولا الساعة. طيب شو هالساعة هي؟ اساسا انا عم بسأل عن هالشي. شو هي؟ ليك اذا عندك اي معلومة رح يطلع كل شي براسك. اوه وانت كمان بتطلعي روحه للواحد يا اختي؟ لسه كل شي بلال بلال، تعودتي شكلك. أنا شو لي علاقة بهذا الشيء؟ أنا بس يعني بس شو كمل؟ يا ربي دخيلك يا ربي بلال، بس شو احكي؟ أنا مبارح أخذت عثمان لحتى يشوف كنان. برافو برافو عليك والله. وطلع محامي كنان بوشنا، بس أنا ما عملت أي شيء تاني، بس هيك مو أكتر. علي استاذ. ابني ليك هلا ما تعمل شيء وتخاف وتقلق، بس انا بظن امك صار معها حادث صغير بالبيت. انا اتصلت بامك وردت قدر، فقالت لي انه وقعت الفازة على راسها. علي قلي مغراتكم، خلونا نلتقي على الباب مشان نروح بسيارتي. ماشي تمام استاذ، بس وانت عجل شوي. كمان يلا يلا شباب، البسكليتات هنيك. يا اختي قلت له ما بيصير، وقلت له أنا ما باخدك. أنت بتعرفي لأخي عثمان إذا حط شغلة براسه مستحيل يترجع عنا لو كلفته حياته. يعني عذب لي ضميري. هو قال لي إنه حابب يشوف قاتل ابنه، قال لي حتى لو ما أخذتني أنا رح روح لحالي، فأكيد أنا ما رح خليه يروح لحاله. فاتصلت بالمحامي. يا أختي بس تطلعي فيني هيك كتير بنزعج، يعني الدنيا فيها حياة وموت. الزلمة طلب مني شيء، إذا ما نفذت طلبه قصة، وإذا نفذت طلبه علقت بقصة تانية. لو بعرف رح يصير هيك معقول أخده يعني؟ بترجاك يا أختي لا تضلي ثابتة هيك، قولي شي قولي شي. أنت شو عم تعمل هون ولا؟ صار لي ساعة عم بحكي لك يا أختي. ماني عم حاكي لك الحكي. فريد عم بحكي معك، شو عم تعمل هون؟ مفكرني بالعجقة ما رح شوفك يعني؟ شو عم تعمل هون بهالوقت؟ ما عندك مدرسة أنت؟ خفيت وما حسيت. فهمني شو يعني خفيت؟ لك ما عندك غير هالشغلة الوحيدة اللي هي الدراسة. لا مو هيك لسه خالتي. لكن شو؟ ضليت بموقف السيارات للصبح. فريد طلع فيني بضربك والله والله بضربك. ها شو يعني كنت بموقف السيارات؟ بتروح هلأ على البيت وبتنام فورا، وبكرة الصبح أنا بدي فيقك بإيدي على المدرسة. انسالي السيارات ومدري شو، إذا احتجت لشي بتجي لعندي أنا، فهمان؟ تمام خالتي لا تعصبي. عصبت ومشي الحال، يلا روح من وشي يلا. اهدي داريا شبه موقف سيارات. شو قالك؟ شو عم يعمل هونيك؟ قليلي ما بعرف ما فهمت. أخي بلال أنا آسف، بدك تسمح لي أنا لازم روح. الحمد لله على سلامة الكل. تسلم تسلم. الله عليك يا أسد. أخي سعدي تعال شوف يا ابني تعال. واقف واقف، وين رايح أنت؟ تعال نحكي لنا شوية كلام بين بعضنا. قديش كبرت انت؟ ليك كيف صاير رجال؟ شايف كيف الزمان بيمشي بسرعة؟ ليك ليك لك وانت صرت عم تطلع مصروفك كمان؟ لك شو الاسد هاد؟ شو الاسد؟ والله حلال عليك، برافو عليك برافو. اشو بدي اعمل يعني؟ مجبور اخي. كلنا مجبورين هيك يا فريد، ولساتنا هيك كمان. بس انا عصبت منك على شغلة حتى اقول لك يعني، يكون صريح ابني
ما زال انت محتاج شيء، ليش ما اجيت وحكيت لي؟ انت مفكر انه انا ماني مثل اخوك؟ لك انا ماني مثل اخوك بالحاره يا فريد. لك تماما انا كنت عم بمزح معك، ليش هيك انت سألت؟ كنت عم بمزح. انا رح ادبر لك شغل كثير منيح، تمام؟ شو رايك؟ وكمان الراتب رح يكون منيح وبيرضيك وفيك تشتغل وانت بالمدرسه، تمام؟ يعني من جهه بتشتغل ومن جهه بتدرس، كيفني معك؟ شو قلت؟ بالله. لك ايه طبعا، والله انت لسه ما بتعرف اخوك، بكفي تقول ايه. تمام اخي، شو ما عطيتني شغل رح اشتغل. يا اسد يا نمر انت، تعال لحتى خبرك شو وشك. وكيف صار وضعها هلا؟ استفرغت شي؟ طيب ليش ما اخذتوا على الدكتور بما انكن معه؟ طيب تمام تمام تمام، جايين نحنا، يلا على الطريق. رح تكون منيحة ما تقلق. علي تمام اهدى شوي، يعني انت بهالحالة عم توترنا. يعني شو بتحبي يعمل؟ يضحك مثلا؟ يكفي يا أولاد، شو عم يصير معكن؟ أنا شو دخلني؟ اسمع بلال، طلع فيني، ترجع بتحكي لي الموضوع بدون ما تفوت ولا تفصيل، ماشي؟ يا أختي ليكي، من لما قال أخي عثمان إنه حابب شوف قاتل ابني من هون بلش هالشي أصلا. يا ربي دخيلك يا ربي، معقول أنت بتورط واحد بنص عقل مع كنان؟ معقول؟ أختي تمام، يعني تمام، شو ما قلتي معك حق، تمام. يعني أنت بتضل تورط حالك، لا بتسأل ولا بتفكر؟ ليش هيك عم تحاكيني؟ لا لا استني، لا تظلمي، لأنه كمان كنان إذا حط قصة براسه بده يحققها لو شو ما كانت تمام. شو بدي أقول لك، معك رقم المحامي تبع كنان؟ معي. اتصل فيه لنشوف. ليش عم تطلع فيني بلال؟ اتصل فيه. شو بدي أقول له هلأ إذا اتصلت فيه؟ اتصل وبس. يلا اتصل يلا. بس إذا بحكي معه أنا أحسن. ليك لا تجنني بلال. ألو؟ مرحبا، معك داريا، أنا لازم ألتقي بشكل مستعجل مع السيد كنان. شو يعني بتسأله؟ يعني بدي أخذ إذن منه إذا بده يشوفني ولا لا؟ لا عفوا والله ما رح أخذ إذن، جاية الصبح بكير. أمي. يي علي تمام ليك حبيبي، ما فيني شي، حادث صغير. شوف أنا بخير يا روحي، لا تخاف لا تخاف أمي، لا تخاف، ما في شي، تفرج ما في شي. هاتو هاتو، أنا بحياتي ما حلمت بشي بتعرفي، ما كنت بعرف ليش، كنت شوفها شي طفولي أو ما له معنى بالحياة، لهيك ما كنت أحلم، ما عشت طفولتي، لهيك كانت الحياة بالنسبة إلي مدينة لإلي بكثير شغلات وما عطتني شيء أبدا ولا حتى ساعدتني. يلا بسط. ألو هاتو، خلينا نحلم بشي، خلينا نروح فيه لبعيد كتير، وهنيك أكيد رح تكون أمي ناطرتني لتشوفني، لأنه هي مشتاقة لي كمان. هي الحياة. أنا عم أركض كتير بسرعة حتى أسرع منك، تخيلي. بدي ضمها لأمي، وخلي بابا يكون موجود، معلش يكون، بس أنا ما عندي مشكلة إنه يكون موجود بس بشخصية تانية، ويكون بحبني أنا وأمي ليوم. ليوم واحد، ليوم واحد بس. بتعرفي شو هاتو؟ هذا اليوم هذا اليوم أكيد رح يكفيني،
بس هذا مو حلم، هذا كابوس على فكرة. ها باركون، فوتوا فوتوا لك هون. سلام. شو عم يصير هون؟ شو عم اسمع؟ مين اجى لعندي بهالوقت؟ بارك لازم نحكي مع بعض. ثواني، في حدا لازم اسأله. شو رأيك؟ هاتوا. قالت لا لا، كنا عم نحكي بمسألة عائلية حساسة، لهيك ما عطتني الإذن. والله لا تواخذوني، ما أجينا لناخذ الإذن أصلا. خليني أقول لك، أنا عن حالي جيت كرمال هزال بس، أما قصة الكتابات شغلتها فاضية وتافة كتير. هزال بدها تقلنا شي مهم. عفوا، بدها تقلنا شي كتير مهم. كتير منيح، يعني أنا ما جبرت حدا يجي لعندي، لهيك اللي ما حابب بيقدر يطلع الباب، لسه محله عفكر. هذا الشاب خالص. لا دقيقة، لو سمحتوا استنوا دقيقة، ممكن توقفوا؟ نوقف شو؟ اسمعي. تمام، لو سمحتوا، هلأ أنتوا حولتوا القصة لموضوع تافه كتير وعم تشغلوا حالكم فيه، ملاحظين؟ لو سمحتوا. ليكو، في شغلات عم تمشي برات الطريق كله. على أساس كانت عم تمشي من قبل؟ ما حدا ملاحظ إنه تصرفات جمرة صايرة غريبة؟ حطت بعقلة ساعة وفا يلي لابسها علي بإيده، وكانت عم تنكش بالخزانات عم تدور على شي. أي خزانات؟ وشو فيها ساعة وفا؟ ليش؟ ولا شي، هي ساعة أطفال بس. يعني أنا ما لاحظت أبدا. إيه يعني شو القصة؟ ما بعرف، بس جمرة حاطة براسها هي الساعة. واو، كتير حلو. عن جد؟ ماني مصدق. يعني جمرة راكدة ورا هاي الساعة؟ ليش ورا هاي الساعة بالضبط يعني يا شارلو؟ قدرتي تعرفي؟ شو قدرتي تحصلي على معلومات؟ مثلا الساعة بترجع الزمن لورا أو بتقدم الزمن؟ كيف؟ احكيلي. ها؟ يلا. ما بعرف، بس في شي واحد بعرفه. بالليلة اللي مات فيها وفا كان لابس هاي الساعة بإيده، وجمرة حاطة هاي الساعة براسها. لو عقلي قدران يستوعب ويحلل ما كنت اجيت لعندك اصلا، وما كنت جريت إلجي وجاجري وراي لهون كمان. يا رفقاتي، انتو مجبورين تصدقوني. هلا جمرة في براسة شي، وهالشي كمان كتير كبير. خالتي داريا، ليش راحت لحتى تشوف عمي كنان؟ ما فهمت شو السبب يعني. لان عصبت كتير من كنان، لأنه عم يركض ورا ساعة عثمان. لك أخي، أنت ليش ما عم تحكي لنا شيء أبدا؟ عن جد أخي بلال، أنت ليش عم تلعب هيك من ورا ظهرنا؟ تركي له بلال، واصلي معه لهون. واصلي معي لهون والله. عثمان قال بده يشوف كنان، وكنان قال له جيب الساعة، طلعت براسها المسكين. مسكين؟ هذا مسكين؟ مسكين؟ ايه صح، مسكين. القط بياكل عشا جوهرة وما حدا عارفان قيمتها. لك انا مليت من حكيكم عني بهالطريقة هي. والله واصل معي لهون. اخي علي، عثمان اصر على قصة الزيارة، انا شو كان فيني ساوي؟ قلي. واليوم الصبح حلكني لأعطيه الساعة، منشان هيك كان بده الساعة. يعني شو فيها هي الساعة لحتى لهالدرجة ملاحقينا؟ شو فيها يا ترى؟ وانا كمان ما فهمت شو فيها هالساعة يعني. علي، ممكن تعطيني اياها لألقي نظرة؟ جمرة، كأنه فجأة صرت تهتمي بالساعات، من الصبح نازلة الساعة والساعة. لا أكيد ما لهيك القصة، بس أنا عندي اهتمامات بالساعات وبفهم فيها. جمرة، أنت منيحة؟ في شي مشكلة؟ لأنه إيدك عم ترجف شوي. منيحة، أنا منيحة، بس لما صار هيك مع خالتي داريا كتير توترت، ولسه ما تخطيت القصة يعني. بسيطة. الكون شغلة؟ أقسم بالله هاي الساعة فيها شي مهم، فيها سر، وإلا ليش كل العالم حواليها وبدون ياها؟ فكروا فيها يعني. لهون وبس. شو لهون وبس يا بنت؟ أنا عم قلك واثق إنه فيها شي، يا جهاز تسجيل يا كاميرا، أعطيني إياها لشوف. إيه ممكن يكون، ممكن يكون فيها شي سر. لا مستحيل هالشي. ليش عم تضحكي؟ هيك قصص بتصير بالمسلسلات. خليني قلكم شي، فكوها ولا نشوف شو فيه. أمي حلت كل القضية بثلاث ثواني. ليه؟ لا تضحكي يا بنت، عما واضح إنه فيها سر. علي فكها لشوف. يلا فكوها يلا. ايه شو رح يصير؟ رح ننفلش باللي جواتها؟ خالتي ليكي، يعني اذا بدك نفكها منفكها. جمرة انت فهمتي شي ولا ناخدها عند مصلح؟ لا، هي الساعة موديلة سهل التعامل معه، فبس بدي شوية وقت لحتى اعرف شو فيها.
يا حضرة المحامي، يعني أنا بكون أقرب حدا لكنان، وأنا البنت يلي بيحبها، وعم قلك إني لازم شوفه دقيقتين ضروري. مستحيل، اليوم ما في إذونات للقاءات خاصة، الزهر أخذنا إذن أساساً. يعني أنا ما عم أفهم مين هالشخص، يعني لا هو من العيلة ولا هو بارك، فمين؟ داريا أوستورك. خلينا نروح على المستشفى، شو رأيك؟ والله أحسن. لا ما في داعي أبداً، أنا كتير منيحة، بس لازم أحكي مع كنان ضروري. هلا إذا حكى شغلات سخيفة وما لها طعمة وضايقك ف اف لا ما تقلق، أنا أصلاً مو مفكرة شو بده يقول ومو فارق معي شيء أبداً. طيب وعديني إنه بس نرجع نمر على المشفى، ماشي؟ وعديني. منشوف. مين هاي المرأة؟ يعني مين بدها تكون؟ والله هالمرأة فتحت علينا حرب من الجهتين، يعني رسمياً عم تتحدانا. هاد أوندار مو؟ على مهلك، أنا كنت رح أفتح لك. تمام، أنا كتير منيحة شبك. ما تهزي راسك. تمام. وهي اللي جنبه أنا رح أشرح لك، تمام؟ اعملي شغلي وما تقولي إني أنا. هاي مو أمها لجمرة؟ وهي قريبة من كنان كمان. ومين يلي جنبها؟ هذا المحامي تبع كنان. بلا تمام. مرحبا. مرحبا. مرحبا، أنا اسمي داريا. أهلا وسهلا يا خانم. كيفك؟ شكرا إليك داريا خانم، نحن قدرنا نحل قصة الإذن، بعد شوي فيك تفوتي. أكيد رح فوت فورا. عفوا داريا خانم، شو الموضوع المهم لدرجة إنك تطلبي لقاء خاص مع كنان؟ داريا فوتي أنت. عفوا. تبعي على حالك. أوندار شو عم يصير هون؟ في شغلات كتير ما بتعرفيها. شو اللي ما بعرفه أوندار؟ مين هاي المرأة؟ بصفتها شو طالبة إذن لقاء خاص مع كنان؟ فيني أفهم؟ طيب شيلك عن كنان، شو العلاقة المقربة بينك وبينها؟ أنت عم تحاسبيني هلا ولا شو؟ أنا آسفة متوترة شوي، لا تواخذني. جمرة انت عن جد بتفهمي بالساعات؟ صار لك من الصبح عم تلولحي فيها على الفاضي لهالساعة. اعطيني اياها لهون. ثواني رح زبطها هلا. اعطيني رح زبطها، عم قلك. لك شو هاد اللي عملتوه؟ برافو عليكم، انبسطتوا هيك انتو الجوز؟ انا اسفة كتير، عن جد صار هيك بالغلط. يا بنت قليلي انت غبية شي؟ زينو خلص اهدي، تمام؟ انكسرت؟ آغا خليني أخذها عند مصلح الساعات، والله الدقيقتين بيصلح. خلص أنا بصلح. علي إذا بدك أنا بقدر حل قصة. لا ما في داعي، خلص أنا بحلها. انكسرت شي؟ انت منيحة؟ شو صار؟ لا تلمسني، منيحة. مين عمل هيك؟ انت عملت. انا السبب؟ كل شي عاطل انا سببه. ايه انت اللي عملت، لما تلعب على شخص دماغه مو سليمة بتكون هي هي النتيجة. مين قصدي؟ عثمان بيك؟ ايه يلي خسر ابنه من تحت راسك، فوق انك قتلت له الولد ما كفاك، عم تحاول تعمل ألاعيب مشان تطلع من هون، يعني قتلت ابنه وعم تلعب عليه. هذاك الولد أنا ما قتلته داريا، ما قتلته ابنه، ما قتلت حدا، أنا ماني قاتل، أنا ما بورط حالي. قتلت أبي. إيه كنان أنت اللي قتلت أبي. لا تقلقي داريا، أنا هلأ بروح وبرجع فورا وخبري أهلك إنه رح أجي وأطلبك منهم.
أنت قلت هالشي بس ما أجيت، وأنا نطرتك، أنا نطرتك كتير واتصلت فيك كتير، اتصلت مليون مرة بس ما رديت، ما رديت ولا مرة، عملت حالك مو شايف التليفون. بابا لما عرف إنه أنا حامل حمل حاله وراح لعند أبوك على باب بيتكم، قلعتوه من على الباب. بس ما كنت بعرف. بس هو ما مات بوقته على فكرة، ما مات بوقته، هو قاوم، قاوم لآخر لحظة لحد ما طلع خبر عرسك باسطنبول، لأنه كان أبي شخص قوي، بس وقته مات. كمان ما دريت، كنت مشغول، كنت كتير مشغول وقتها، قالوا لك بس أنت ما هم، وكان عندك تحضيرات، يعني تحضيرات للعرس اللي نحنا ما كان عنا خبره، بس بعدين عرفنا، عرفنا من ورا الجرايد اللي أراهن. أبي كان عم يقرأ الجريدة وشاف الخبر، ما تحمل وتعرض لأزمة قلبية، شاف صورة لك كبيرة، صورة كبيرة محطوطة بكل الجرايد، صورة لك ولمرتك، وإنه بلشتوا بتحضيرات العرس، كانوا صورك وصورة منشورين بكل مكان، وأنا بحياتي ما رح أنسى ضحكتك بهداك اليوم، بكل يوم أنت ذكرتني بخسارتي، خسارتي بأبي، وإنك كنت سبب بموته وسبب بقتله كمان، أنت يلي كنت السبب بموت أبي بوقتها. بس أنا ما كان عندي دافع، وأنا ما كان عندي، أنا كمان ما كان عندي، أخي قال لي رح تنزلي الولد، وأمي رفضت الولد، وأنا أخذت قرار بإني أولد ابني، وقررت إنه يعيش، وهلأ أنت قاعد عم تخبص وتقول إنك أبوه ومدري شو، وإنك مو مصدق أنت يجي الوقت لحتى تخبره. فبحب قلك إنه مرق 20 سنة، كان فيك تختارنا بوقتها، كان فيك تختارنا، كان فيك تلاقي طريقة، وأنت اخترت هذا الطريق، مع إنه بيقولوا اللي راح ما منه خير، بس هلأ كل يوم بشكر ربي لأنه ابني ما ربي بين إيدين واحد قاتل مثلك. خلصت الزيارة داريا، بس شوي شوية ضمير يا زلمة، حاجتك بقى، خد عقابك الطبيعي، ولا بقى تحاول تستغل حدا، حاجة بقى كنان، حاجة داريا، إذا بدك تصدقي أنا ماني قادر، ماني قادر. دقيقة شو صار؟ شو عم يقول المحامي؟ ممكن تشرح لي من البداية لو سمحت؟ من ظن انه ابوك بريء اذا قدرنا نوصل لساعة هداك الولد وفا؟ ايه وفا، اذا قدرنا نوصل لساعة وفا بهديك الليلة ممكن نبري ابوك. ثواني بس لا استوعب شوي، شو دخل الساعة؟ بصراحة قبل ما يموت رفيقك وفا، الساعة عملت تسجيل صوتي بهديك الليلة، أبوك عنده ظن إنه ممكن تكون سجل الصوت الآلي. تمام، طيب بدي أسألك شيء، جمرة إجت لحتى تشوف بابا؟ يعني عندها علم بخصوص هاي الساعة؟ طبعا الآنسة جمرة عندها علم، سمعتها وقت أنت عم تحكي مع أبوك. يا ترى لشو عم تخططي يا جمرة؟ طيب تمام، بتصل فيك بعدين.
جرب من هون. ليك اضغط هاد الزر. ليك بتوقع اشتغلت معي؟ شو مشي حالها؟ قلي. لقيتها 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 لقيتها. مسك خد. انكشفي هذا. أنا سجلت كل شيء. سجلت كل شيء هلا. Paris telaşım, saydam yaralarımla senden saklanmadım. Yol arkadaşım, şimdi yollar daralır. Çıkmaz sokaklarında, tutma bırak, içinde kalmayayım.